اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا باهم العناوين. هيومن رايتس ووتش: جهاز مخابرات مرتبط بالعبادي اقر باحتجاز مئات العراقيين شرقي الموصل. على المدى: هيومن رايتس ووتش: جهاز الأمن الوطني يملك سجونا سرية ويعتقل مدنيين في الموصل. أما في كتابات: تحذير أممي، مستشفيات ومدارس ومحطات الماء والكهرباء في الموصل ملوثة بمخلفات المتفجرات. وفي الجزيرة نت: احتجاجات البصرة، هل يدخل العراق عصر ما بعد الطائفية؟ أما العربي الجديد: ترامب محذرا روحاني، إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا. وفي القدس العربي: الولايات المتحدة تطلب من دول عربية تحمل الأعباء المالية في الحفاظ على استقرار المناطق المحررة بسوريا. أخيرا في الحياة اللندنية: روحاني يحذر ترامب من العبث بذيل الأسد، أي نزاع عسكري سيكون أم لكل الحروب. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ونبدأ بصحيفة العربة اللندنية، حيث قال: وجدنا مقالا كان نصه: العراق في طريق مزدود. يؤكد ذلك سؤال في غاية البساطة يطرح نفسه هذه الأيام في وقت امتدت فيه التظاهرات الشعبية التي بدأت في البصرة لبغداد: هل هناك من يستطيع التكهن بمستقبل؟ فقد قررت الولايات المتحدة الانتهاء من العراق وليس من النظام الذي أقامه صدام، حسب الكاتب خير الله خير الله في مقال كتبه بالصحيفة. يدفع العراق حاليا ثمن حلول الميليشيات مكان الدولة ومؤسساتها، لذلك لم تكن فائدة من إجراء انتخابات تشريعية في 12 من أيار مايو الماضي. كان كافيا ألا تعجب نتائج هذه الانتخابات إيران كي تتعطل الحياة السياسية في البلد. لدى إيران تفسيرها الخاص للانتخابات، تعتقد استنادا إلى تفسيره هذا أن الحكومة العراقية يجب أن تكون بإمرتها بغض النظر عن الانتخابات. لديها تجربة خاصة بها في الماضي عندما استطاعت بعد انتخابات 2010 فرض نور المالكي رئيسا للوزراء مكان إياد علاوي بالتفاهم مع إدارة أوباما. لم ينتفض العراقيون من أجل الكهرباء والقضاء على الفاسدين، انتفضوا عمليا من أجل استعادة بلدهم من إيران التي تسعى إلى فرض حكومة تتلقى أوامرها من طهران، يكون على رأسها أحد زعماء الميليشيات المنتمية إلى الحشد الشعبي أو ما يشبه ذلك. كان طبيعياً وصول العراق إلى ما وصل إليه، لم يكن في الإمكان في أي لحظة تخيل أن في استطاعة ميليشيات مذهبية تابعة لإيران بناء دولة حديثة في العراق. باستطاعة الميليشيات أن تبني كل شيء باستثناء أن تبني بلدا ودولة، من لديه شك في ذلك يستطيع الانتقال من العراق إلى لبنان. هناك تفسير إيراني لنتيجة الانتخابات النيابية اللبنانية. تريد إيران ترجمة ذلك عبر حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري شكليا تكون تابعة لها، لذلك لا حكومة الآن في لبنان. هذا يحدث في عصر الميليشيات المذهبية التي قضت على العراق وأوصلته لطريق مسدود والذي يهدد مصير البلد. إن لم يكن هذا المصير صار محسوما. ما الأسباب التي أدت إلى صعود أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى القمة بعد التغيير عام 2003؟ وما الأسباب التي دحرجتها من تلك القمة؟ وإلى أين المستقر؟ هل تعاود الصعود أم ستستند بظهرها في وسط السفح أم تواصل الهبوط؟ سؤال طرحه الكاتب قاسم حسين صالح في مقال بصحيفة المدى العراقية.
وحقيقة سيكولوجية أخرى هي أن حكام الإسلام السياسي الشيعي يعيشون حالة غطرسة ناجمة عن أنهم أحاطوا أنفسهم بمستشارين يعظمونهم ويقولون لهم ما يحبوا أن يسمعوه، وعزلوا أنفسهم نفسيا ولوجستيا بخضراء يعيشون فيها بأمان ورفاهية، ولا يريدون أن يتحدثوا عن الحال البائس للعراقيين لأنه يذكرهم بأنهم هم السبب. وتبقى الحقيقة المؤكدة بوجهين: الأول أن الجماهير الشيعية هي التي أوصلت أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى القمة، وأنها هي التي تخلت عنها، وأنها ما عادت تخدع بالوعود والمسكنات من الحلول. الثاني أن قادة أحزاب السلطة أدركوا الآن أنهم سقطوا اعتباريا واجتماعيا بعيون جماهيرهم، وأن حبهم للسلطة والثروة يجبرهم على أن يكونوا مستبدين ليحولوا دون سقوطهم في الهاوية، ودون أن يتحول كابوس صار الآن يرعبهم إلى حقيقة يكونون فيها أمام محكمة عادلة تسترد منهم مليارات نهبوها تكفي لأن تجعل الملايين يعيشون بكرامة في وطن يمتلك كل المقومات لأن يعيش أهله برفاهية. ويضيف الكاتب أن الأحزاب الإسلامية الشيعية حين سلمت السلطة أو سلمت لهم اعتبروا أنفسهم أنهم الأحق بالعراق، وأن ملايين الداخل هم من الموالين للنظام السابق أو الخانعين الذين لا حق لهم في الوطن. من وجهة نظرهم دفعتهم سيكولوجية التضحية إلى أن يعتبروا العراق غنيمة لهم فتقاسموها فأهملوه تماما، لأنه من قوانين الضحية أنها تفكر في نفسها فقط وتبالغ في تعويض حرمانها، ولم ينتبه قادة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى أن الحاكم الذي يستهين بشعبه يتحول إلى مستبد. أيهما أقوى في هذا الإقليم، انحياز الجماعات لمذاهبها أم انحيازها لمصالحها؟ قادة المذاهب وهم معظم الطبقات السياسية في المشرق فاسدون، يدرك أبناء المذهب ذلك، كما يدرك حملة الهويات القومية الضاغطة على أصحابها أن قادتهم القوميون فاسدون. قادة الشيعة في العراق وفي لبنان فاسدون، وقادة الأكراد أيضا، وفي سوريا الفساد معمم على كل القوى المتنازعة. على رغم ذلك يمثل القادة الفاسدون المصالح المذهبية لجماعاتهم بحسب الكاتب حازم الأمين في مقال بصحيفة الحياة اللندنية. هل يمكن القياس على ما شهده العراق أخيرا للقول إن الجماعات الأهلية بدأت تدرك أن من يمثل مصالحها المذهبية لا يصلح لتمثيل مصالحها السياسية، وأن إدارته الدولة مثلت كارثة على نحو ما شهد العراق في مرحلة ما بعد سقوط صدام حسين؟ الأرجح أن من المبكر توقع ذلك. هذا الاستنتاج سيستفز الكثيرين من الأصدقاء العراقيين الذين رأوا في تظاهرات المواطنين الشيعة ضد الحكومة الشيعية بصيص أمل ببدء مرحلة الابتعاد عن الأحزاب الدينية التي حكمت العراق منذ 2003 ونهبت خيراته وحرمت المواطنين من أدنى الحقوق أي الماء والكهرباء والتعليم والنقل. هذا قبل الحديث عن أشكال الرفاه الأخرى في بلد ينعم بثروة نفطية كبرى. الفساد لا يكفي لكي تطيح جماعة أهلية زعيما أو حزبا فاسدا، ويكفي لأن تغضب عليه، لكن ما أن يلوح العدو المذهبي حتى يستيقظ في الجماعات خوف أعمق من الخوف من الجوع. تظاهرات الجنوب العراقي انعقدت في لحظة غياب لهذا العدو بعد دحر داعش، لكن إيقاظ داعش أمر في غاية البساطة إذا شعرت الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق أن إيقاظ هذا التنظيم حاجة في ظل تصدع موقعها داخل جماعاتها. ويزيد الكاتب: ما زلنا في هذا الإقليم قبل مرحلة إدراك الجماعات مصالحها من خارج منظومة الوعي المذهبي، ثم أن المذاهب هنا حقيقة إلى حد يصعب الفصل بين مصلحتها ومصلحة مواطنيها،
فظواهر إعالة القوى المذهبية جماعاتها حقيقة تفوق حقيقة رعاية الدولة مصالح مواطنيها في مدن الجنوب العراقي، ما يشبه الغضب للثورة والفساد صار صورة عن وقاحة الطبقة السياسية، ووجود هذه الطبقة لم تعد تخجل من صورة هادي العامري الذي قدم اعتذارا ينطوي على اعتراف بالفساد. من الحياة ننتقل إلى العرب الجديد، ووجدنا مقالا كان في متنه من المطالبة بماء الشرب والكهرباء في البصرة امتدادا إلى باقي محافظات الجنوب العراقي. تطورت الشعارات التي يرفعها آلاف المحتجين العراقيين إلى أخرى لا يمكن اعتبارها مطالب خدمية على شاكلة الدعوات لإلغاء مجالس المحافظات وإقراج مكاتب الأحزاب والفصائل المسلحة التي أحرق منها حتى الآن 19 مكتبا ومقرا إلى خارج المدن والأحياء السكنية، إضافة إلى المطالب بالانتقال إلى النظام الرئاسي وإلغاء الخدمة الجهادية للسياسيين ومرتبات مخيم رفحاء وإقالة مسؤولين وسياسيين وإحالتهم إلى القضاء، مرورا بحرق صورة علي خامنئي وسلفه الخميني والتي تنتشر بكثرة في جنوب البلاد. من يرى التظاهرات في الجنوب يتساءل، وسؤال يطرحه الكاتب عثمان المختار في تقرير للصحيفة. وعلى الرغم من مرور أسبوعين على التظاهرات إلا أن الحكومة العراقية تجزم بأنها لا تعرف بعد من يقود هذه التظاهرات ومن يحركها، فالوفود التي استقبلتها الحكومة من شيوخ عشائر وأعيان ذي قار والنجف والمثنى وواسط والبصرة هجمها المتظاهرون يومي الجمعة والسبت الماضيين، معتبرين أنها لا تمثل الشارع وأنها من الطبقة الأرستقراطية الجديدة التي خلقها النظام السياسي بعد الاحتلال، ويقصد بهم رجال الدين وأعضاء الأحزاب الإسلامية وزعماء قبائل موالون للنظام. محركو التظاهرات في الغالب شبان أعمارهم بين 18 و25 عاماً، ثقافتهم من مواقع التواصل الاجتماعي، وكل حديثهم هو مقارنة بين العراق ودول أخرى مجاورة، وهم من طبقة فقيرة غير متدينين. الاحتجاجات الحالية هي الأقوى من نوعها منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 بسبب عدم وجود أي جهة سياسية فيها، لو دخلها الصدريون لفسدت، ولو دخلها الحزب الشيوعي لتحولت إلى مسيسة، لكن حاليا هي شعبية ولذلك تجدها فوضوية، ففي يوم تشتد وفي آخر تفتر، والشعارات مختلفة واليافطات متعددة وبالمعنى نفسه. تحاول الحكومة الآن حصر السقف الحالي للمتظاهرين بالخدمات لا أكثر، وتعول على القمع وعلى بعض المغريات. هذا ما كان واضحا خلال اليومين الماضيين. التظاهرات دليل على أن العملية الانتخابية بلا روح لا تمثل حتى العراقيين في الجنوب، كما أنها تعطي مؤشرا على تزوير الانتخابات وبشكل كبير للغاية. إنذار عراقي أخير للطبقة السياسية الحاكمة، هكذا يرى الكاتب عدنان حسين في مقال بصحيفة الشرق الأوسط، إذ لم يقرر أحد مسبقا أن يقدح شرارة انتفاضة جديدة في العراق، ولم يختر أحد موعدا لاشتعالها، لكن انتفاضة الصيف الحالي التي نشبت من تلقاء نفسها جاءت في توقيت مناسب للغاية، بل مثالي جدا، وهي إنذار أخير. المشكلة في العراق أن المنطقة ليس بالضرورة سيكون سيد الموقف، هذا ما تشير إليه إجراءات القمع المفرط التي جوبهت به الحركة الاحتجاجية السلمية، رغم إقرار الطبقة السياسية المتنفذة جميعاً وفي مقدمتها رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه بأحقية وشرعية ودستورية مطالب المحتجين، كما أن الحكومات السابقة جميعاً لم تأخذ العبرة مما جرى في الحركات الاحتجاجية التي ظلت تندلع سنوياً منذ 2011 مكررة المطالب نفسها، توفير الكهرباء والماء ومكافحة الفساد الإداري والمالي والحد من المستويات المتفاقمة للبطالة والفقر
وانهيار نظام الخدمات العامة، الصحة والتعليم والنقل والطاقة والصرف الصحي، وإنهاء نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب في مؤسسات الدولة الذي لا يسمح لغير عناصر الأحزاب الحاكمة بتولي الإدارات العامة والمؤسسات الأخرى، ما أدى إلى تفشي الفساد الإداري والمالي وحرمان الآلاف من الكفاءات الوطنية النزيهة من المساهمة في قيادة الدولة والمجتمع ووضع الحلول للمشاكل المتفاقمة جراء تولي عدمي الكفاءة والخبرة والنزاهة للمناصب القيادية. ويختم الكاتب بالقول: تفجر الانتفاضة من جديد بوتيرة أقوى خيار مرجح، فالطبقة السياسية المتنفذة لم تظهر الكثير من الاكتراث للانذار الذي أبلغته الانتفاضة، بدليل أنها لم تقدم للمحتجين ما يستجيب لأدنى مطالبهم، ربما هي تراهن على الوقت، لكن هذا سيكون مجازفة خطيرة في الواقع. تحصن الصهيونية نفسها لأن هناك مقاومة فلسطينية باسلة ضدها، ولأن هناك رفضا شعبيا عربيا لمحاولات التطبيع والاستسلام. كل الطرق تؤدي إلى فناء الصهيونية رغم ترسانة القوانين العنصرية، وقانون القومية الذي صدر مؤخرا يقدم فرصة لا مثيل لها لمحاصرة الدولة الصهيونية وطردها من كافة المنظمات الدولية، حسب مقال للكاتب عبد الفتاح ماضي في موقع الجزيرة نت. إن فكرة نقاء الدولة التي تقوم عليها يهودية الدولة فكرة عنصرية لا يمكن أن تكون قائمة في دولة حديثة وديمقراطية، ولهذا لم يذكر القانون كلمة الديمقراطية لا من قريب أو من بعيد، لأنه في واقع الأمر يزيل ورقة التوت التي كانت الصهيونية تتستر بها. وأقصد هنا ادعاء أن ما قامته هو دولة، وأن هذه الدولة نظامها السياسي ديمقراطي. إن الدولة المعاصرة هي دولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وضمن حدود جغرافية محددة. أما النظام الديمقراطي فيعني حكم القانون والمواطنة الكاملة والمساواة والمشاركة وحق تقرير المصير لجميع مواطني الدولة بلا تمييز. يخرق القانون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فرغم أنه حدد اسم الدولة وعلمها ونشيدها وأعيادها، فإنه لم يحدد الحدود الجغرافية لهذه الدولة، بل راح يقنن تدخل هذه الدولة في شؤون كل دول العالم التي يوجد فيها مواطنون يعتنقون الديانة اليهودية. ويضيف الكاتب: القانون بمضامينه لا يخرق فقط كافة القرارات الدولية التي تنص على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإنما أيضا يخرق مبادئ القانون الدولي والأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وعلى الأخص مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين والدولة الصهيونية بهذا المعنى وبنص قوانينها دولة مارقة لا مكان لها داخل المنظمات والهيئات الدولية. صوت أغلب سكان مدينة كوف بويرن ضد منح قطعة أرض لبناء مسجد جديد، وذلك في استفتاء أجري في المدينة الواقعة أقصى جنوب ألمانيا، شارك فيه 45% من سكانها. وكان سلطات المدينة تعتزم إجراء مفاوضات مع الجمعية الثقافية التركية الإسلامية حول قطعة أرض، وكان من المنتظر منح قطعة الأرض للجمعية مدة تصل 99 عاما في إطار ما يسمى عقد انتفاع، وتحظى سلطات المدينة في المقابل بحق المشاركة في المشاورات الخاصة بتصميم المسجد، غير أن مناوئي البناء الجديد جمعوا 3250 توقيعا ضد المشروع، ويفوق هذا العدد الحد الأدنى المطلوب لإجراء الاستفتاء بمقدار 900 توقيع. وعليه قرر مجلس المدينة البالغ سكانه نحو 45,000 نسمة إجراء الاستفتاء.
نتابع الآن بعض صور الكاريكاتور التي انتقلناها لكم من الصحف العراقية والعربية والعالمية. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.